عندي 46 46 سنة وأنا تنهروي فيها. إيه وغادي مع الوليدات تندفع. أبكي تنعاودو أصناد من البنو ديال الطوموبيلات. هاللي كان حيت ما كان ما يدار. أنا تدفع فأنا ما صيبي لا ميكا لا والو. راه مؤخرا هي اللي هي اللي هادشي جسر ولله الحمد كتب لينا الله هادشي احنا فيه وهادشي اللي ولفنا احنا غاديين معاه الا ما بغاوهاش ما يبغيش كردان يقولك لا بغيت انا ندير كردان ما غاديش نديرها انا خاصني شي حاجه اللي تكون ما فوق من هادشي ما تايبوي واحد ام شو هادشي يدير عايمشي واحد الرجال الكبار اصلا عندي راه ما تلاش يدخل ليها شي واحد ما تلا السوق ما عندو ما يعاود صافي ما بغاوش هاد الحرفه قالك الصباب تيجي وجداد هاو نمشي انا نضل نحايدق في السوق ما لقيت كيلو تاع ماطيجه فين هادي شنو هو السبب اللي خلى هاد الحرفه هادي خلى ما كايناش المادة بزاف وخلى هاد الشي ديال برا اللي ولا تيجيب الصبابط بزاف الصعن بيها هو مشى تقرد ما تيقول اللهم بناقص بعض المرات راه كاع ما تجي قيمة الخضرة ولا بغى الله راه تيجيب الله النصيب ما بغى الله النصيب راه غادي خاص ليسانس وما كنت كراه كنت غادي وغادي الوليدات مالاطي. باقي تيجيو الناس دابا هنا يصيبوا الصباب. اي لابد يجيو كاينين المساكين اللي هما ما عندهم باش يشريوا هذاك لابد تنحارب شويه. هذا هو تن. هاك هاد الحرفه هادي اللي فيها هاد السيد هذا حنا ما حليناش في عينينا بحالك. ولا كانوا الصبابط قالوا كانوا تاع الجلد وكانوا الصنادل تاع الجلد. وكان خدمة عندهم كانت النمر واحد وهادشي ديال الميكا ما كانش كان على الجلد هو اللي كان فهمتي وكانوا يخدموا واحد الخدمة كانت تقنيين ماشي زعما ما كان ماشي زعما هاد الخدمة هادي ولا فيها الغش بزاف ولا شلة ديال الغش ما هياش ما خدماش ولا تعال الميكا ولا كيعاود لك ضربة من هوك ضربة من هوك كسير يلا يلحقك للدار وتحل داك الصباط ولا سبرديلة ويكون سيعقب عند المعلم ايوا راه ما ضر كثير هادي يا شيرا ما ضر كثير بزاف وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.